الخير عليكم، مرحبا بكم معنا في التغطية الخاصة بمناسبة احتفال سفارة المملكة المغربية بأبو ظبي بالذكرى 17 لتولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلاف المنعمين. خليكم معنا، غادي تكون واحد التغطية خاصة من هنا من أبو ظبي وأيضا من دبي. هنا في أبو ظبي معايا نجوى، غادي نشوفوا الأوضاع كيفاش دايرة عندها، وأيضا غادي ننتقلوا لدبي مع حمزة. خليكم معنا. نعم عبد الكامل، كيف ما كتشوف الاجواء كلها فرحه، كلها نشاط، وكلها تقاليد مغربيه. كنشوفوا ان الجاليات المغربيه كلها حاضره، والجاليات الثانيه حتى هي حاضره، وكذلك الجاليه الاماراتيه اللي حاضره معنا بقوه.
كنشوف انا صراحه ما خصني حتى شي جاليه، لان الجاليات كلهم كاينين هنا، جاليات عربيه، فلسطينيين، عراقيين، يعني كل الجاليات العربيه، فهذا كيشرفنا. وكذلك عبد الكامل غادي يمشيو لدبي نشوفوا حمزه شنو كيدير الاجواء عنده تما، يلا نمشيو نشوفوا ونرجعوا عاوتاني. شكرا لك زميلي عبد الكامل، شكرا للزميله نجوى، وتحيه طيبه لجميع افراد الجاليه المغربيه المتواجده بقصر الامارات بابو ظبي، وايضا تحيه لكل الجاليه العربيه المتواجده من خلال هذا الحفل، وابوا ان يشاركوا الشعب المغربي فرحتهم بمناسبه الذكرى 17 لتولي صاحب الجلاله محمد السادس عرش اسلافه المنعمين. نعم زميلي عبد الكامل، تقريبا نفس الاجواء التي تعيشها هناك في ابو ظبي نعيشها هنا في دبي بفندق بالمون، أين يحضر العديد من أفراد الجالية المغربية المتواجدة بالإمارات العربية المتحدة، وأيضا عدد كبير من الجاليات العربية المتواجدة هنا بهذا الفندق للمشاركة، مشاركة إخوانهم المغاربة حفل عيد العرش المغربي. أجواء خاصة وأجواء أكثر من رائعة نعيشها من خلال هذه المناسبة، سنتعرف عليها زميلي عبد الكامل بعد قليل. طبعا هذه ذكرى عزيزة على قلوبنا وعزيزة على قلوب جميع المغاربة، لأنها تخلد الذكرى 17 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيد أمره على عرش أسلافه المنعمين الكرام الميامين. والمملكة المغربية والحمد لله تنعم بالأمن وبالاستقرار، وحققت مع جلالة الملك حفظه الله وأيده خطوات جبارة على المستوى الاقتصادي والإنساني والتجاري وعلى مستوى البنية التحتية، وبوأها مكانة مرموقة بين الدول، وأصبح يضرب بها المثل فيما حققته من تنمية اقتصادية وتنمية بشرية، وفيما حققه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى الشعب المغربي من الرخاء والأمن والاستقرار والتقدم. وهي مناسبة عزيزة على قلوبنا، لأن من خلالها يجدد الشعب المغربي الولاء والإخلاص لجلالة الملك حفظه الله ورعاه. فألف مبروك لجلالة الملك، وألف مبروك للشعب المغربي بهذه الذكرى الطيبة المباركة الكريمة التي من خلالها نعبر للعالم عما وصلت إليه المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيد أمره. ونحن في دولة الإمارات العربية المتحدة الجالية المغربية والحمد لله في تزايد مضطرد منذ مدة طويلة، وجلالة الملك يرعى ذلك ويرعى هذه العلاقة المتميزة، يرعاها يوميا باهتمام كبير باهتمام موصول، وإلى أن أراد لها جلالة الملك مع حكام دولة الإمارات العربية الكرام أن تكون علاقة متميزة، علاقة أخوية، علاقة استراتيجية، علاقة عائلية. هذه العلاقة على المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، والهدف الأساسي هو إسعاد الشعب المغربي وإسعاد شعب الإمارات العربية المتحدة وإسعاد هذه الشعوب بعلاقات متميزة، علاقة تعطي المثل في التضامن وتعطي المثل في الأخوة وفي العمل الاستراتيجي المتكامل على جميع الأصعدة. ألف ألف مبروك لصاحب الجلالة ومبروك للشعب المغربي. بهذه المناسبة ومن خلال هذه القناة أتوجه لجميع المغاربة المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، أتوجه إليهم بالتهنئة بهذا اليوم العظيم، هذا اليوم المبارك، هذا اليوم الجميل، هذا اليوم الذي نفتخر به بين الأمم بمملكتنا السعيدة، وأبى لها جلالة الملك أن تتبوأ هذه المكانة المرموقة. Thank you.
وقت البنية فش بالنزيل راني في البشية نعاود قصتي يا لالا يا لالا لمن نعاود قصتي حسن الطيور من غربتي يا لا لا يا لا لا حسن الطيور من غربتي يا لا لا يا ظلت يدور من زفرتي يا لالا يا لالا للصبر ما ضبط رجوع يا لالا يا لالا ولا له عندي خبر يا لالا يا لالا فارقت أمري والرضوع يا لالا يا لالا الله يلهمني الصبر الله يلهمني الصبر قدوم الحبيب تمام السرور وكأس المحبة علينا يدور قدوم الحبيب تمام السرور وكأس المحبة الله. علينا أهلا وسهلا. أكيد فرحانين باش تكون معنا الفنانة المتألقة جميلة البدوي، مرحبا بك جميلة. بارك الله فيك، وأنا فرحانة أكيد بهذه المناسبة الجميلة اللي كنعيشوها هذا العام هنايا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكيد هذه الذكرى ديال عيد العرش ديال اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش المملكة المغربية، واللي شي حاجة كتشرفنا بزاف 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 بزاف، والله يطول لنا في عمره ويبارك لنا في عمر سيدي دائما، يخليه تاج فوق راسنا اللي حنا كنحماقوا عليه، والله ينصره يا رب. الا سولتك شنو كتمني للمغرب بصفه عامه؟ اكيد اول حاجه كنتمنى الامن والامان والسلام يعني على بلادنا، والحمد لله حنا مع مالكنا مرتاحين وفرحانين وما ناقصنا حتى شي حاجه الحمد لله، فاكيد يعني غنتمنى لبلادي احسن حاجه في العالم. ذكرى عيد العرش المغربي هي ذكرى تدغدغ خيال كل راغب في النظر إلى تجربة ثرية مرت عبر مراحل التاريخ لتسكن في الحاضر، تقدم لنا نموذج إنساني يستحق التقدير والاحترام. هذه التجربة الإنسانية الغنية الثرية التي تلامس بأطرافها كل مراتع الجمال والإحساس والرقي والذوق، هي تجربة ينظر إليها في ظل زمن غني بكثير من الصعوبات والتحديات على أنها نموذج يحتذى في ظل هذه الرؤية الكبيرة الشاملة التي تعتري هذا الشعب العظيم وهذه السلالة التي تحكم هذا البلد المعطاء عبر التاريخ، إلى أن نقف في هذه اللحظة شاهدين على أن المغرب الجميل هو مغرب الجمال والعطاء والإبداع والإمتاع بمعانيه الإيجابية السامية. شكرا لكم، وعيد عرش رائع نتمنى لكم فيه، ونتمنى لجميع الشعوب العربية ولكافة شعوب العالم السلام والأمن والراحة والسكينة والطمأنينة، وأن يمن الله علينا وعلى كافة شعوب العالم بمشاعر
تغمر هذا الكون الجميل لتسكننا في عالم أكثر هدوءا وسكينة وطمأنينة. ربي يخليك، شكرا لقناة بزاف تي في اللي كتدعمنا دائما، وفين ما مشينا وفي أي عيد مغربي كتكون معنا. من هذا اللقاء معكم نبغي نوصل تحية لجلالة الملك صاحب الجلالة محمد السادس، ونقول له إن شاء الله تدومنا بصحة وسلامة، وكل الشعب المغربي في أمان وسلام. وأنا سعيد أني أنا متواجد في هذه المناسبة، وأقول الله يحفظ الملك إن شاء الله ويحفظ المغرب إن شاء الله. كيف جاتك الأجواء ديال الاحتفال هنا مع الجالية المغربية؟ الأجواء يتني ما شاء الله من أحلى ما يكون، طبعا أني بوجود السفير والقنصل والجماعة كلها موجودة، والفنانين والممثلين وانتم ما شاء الله. كلمة للمغرب والشعب المغرب. المغرب أقول لهم يعني كل عام وانتم بخير إن شاء الله وفي تقدم إن شاء الله، والله يحفظ المغرب ويحفظ الملك. أجواء رائعة، والحاجة اللي كتفرح أن حاضرين مغاربة، حاضرين الناس من الخليج جايين يشاركونا الفرحة ديالتنا، فأجواء رائعة جدا 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 رائعة وكتفرح صراحة. إذن مشاهدينا كيف ما قالت لنا نجوى، كل أفراد الجالية المغربية فرحانين بهذه المناسبة هذه هنا في أبو ظبي. معنا يوسف حتى هو واحد من الجالية المغربية اللي عايشة في أبو ظبي، مرحبا بك. الله يبارك فيك. شنو تقدر تقول لنا شعورك وأنت كتحتفل مع الجالية المغربية اليوم بالذكرى 17 تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله ينصرو عرش المملكة؟ هو الصراحة شعور لا يوصف، مملوء بالفرحة. بهذه المناسبة نقدم أحر تهاني للشعب المغربي لصاحب جلالة الملك محمد السادس الله ينصرو، وتنقدم أحر تهاني للجالية المغربية المقيمة بالإمارات العربية المتحدة. ويعني والصراحة هذا كل عام فرحة وحنا فرحانين بزاف. احنا فرحانين جد، فرحانين اليوم تجمعنا كلنا هنا المغاربة من جميع الإمارات، من جميع الإمارات، الفجيرة، أبو ظبي، دبي. جينا اليوم كنحتفلوا بعيد العرش المجيد ديال تربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أجداده الميامين، وحنا جد فرحانين والأجواء ما شاء الله زوينة، تنظيم كل شيء تبارك الله زوين. شنو كتمنى للمغرب؟ كنتمنى للمغرب الازدهار ونزيدوا القدام ونوليو في مصاف الدول الكبرى إن شاء الله. طبيعة الحال هذه مفخرة كاع المغاربة، وهذه مناسبة كنحيو فيها صاحب الجلالة وجميع المغاربة المقيمين بمهجر الإمارات العالم كامل، وكتكون هذه مناسبة كتقرب جميع الأسر المغربية، وكنشوفوا الحباب، كتعرف البعد ديال الوطن، يعني كتحس براسك في واحد الجو عائلي وواحد الجو مغربي. كنشكركم نتوما اللي كتقربونا حتى حنا من الشاشة للمغاربة وكيعيشوا معنا هذه الأجواء. إيوا عاش صاحب الجلالة والأسرة العلوية والمجهودات ديالكم وكاع المغاربة، وإن شاء الله تكون دائما الأفراح في جميع المناسبات اللي كتكون. وهذا مكان. بس سولتك علاش ما كتمنى للمغرب؟ طبيعة الحال كنبغيو الازدهار، طبيعة الحال كنبغي نشوفوا المغرب ديما القدام بقدرات والكفاءات اللي عندنا داخل المغرب وخارج المغرب، الطاقات اللي عندنا، المجهودات ديال سيدنا الله ينصرو، هذه كتكون دائما محفز لنا حنا كمغاربه خارج الوطن، كننفيستيو وكنساعدوا بلادنا، كنبغي نشوفوها في الافاق، كنبغي نشوفوها القدام، يعني هذا حنا كمغاربه خصوصا كتكون خارج البلد وفي المهجر كتضربك هذيك الغيره على البلاد وعلى هذاك الحنين ديال الوطن، كتبغي ديما تشوف بلادك القدام، والحمد لله المغرب ديما الفوق ديما القدام، بغى الناس ولا كرهوا. المجهودات ديال سيدنا ديال المغاربه فيما مشيتي كتلقى محمر الوجه، انت كتشوف بعينيك يعني السمعه ديال الناس الحمد لله فاقت العالم كامل، وان شاء الله نجيو قدام نبقاو ديما في العلا، الراي المغربيه تكون مزوزه، والحمد لله احنا ديما في افق. وبصراحه اول شيء تنشكر السفاره المغربيه على راسهم سعاده السفير اللي تيفتح لنا الفرصه نجيو نوقفوا كرجل واحد وراء صاحب الجلاله محمد السادس الله ينصرو، وهذه فرصة نتلاقاو مع ناس من جاليات أخرى، فرصة نتحدثوا مع التاريخ المغرب على الأكلات المغرب والثقافة المغربية. حنا فرحان بزاف اللي جينا حنا للحفلة نتاع عيد العرش، والله ينصر سيدنا، وحنا واقفين كرجل واحد مورا صاحب الجلالة الله ينصرو. والمغرب صراحة غادي في خطى هما هادوك من السيدي محمد السادس الله ينصر عنده بعد النظر، وإن شاء الله تنتمنى له كل الخير كيف ما أي واحد، أنا تنتمنى كل الخير لبلادي، والحمد لله راه بدينا تنشوفوا تنجنيو الغلات نتاع التعب والخدمة اللي درنا احنا في المغرب. وبهذه المناسبة تنقول صاحب الجلالة عيد مبارك وكافة الشعب المغربي، وإن شاء الله القدام ان شاء الله من حسن الى احسن ان شاء الله. احنا فرحانين بزاف اللي جينا حضرنا العيد العرش ديال سيدنا الله ينصرو الله يحفظه الله يخلي لينا، وتنشكروا سعاده السفير على حرص الاستقبال وعلى الضيافه وعلى الاجواء الرائعه اللي فكر اللي صراحه توحشنا المغرب
والحمد لله بحالنا ديك الوحش شويه هنا مع الاصدقاء ديالنا ومع الخوت، وتحس براسك بحال دابا محتفل في المغرب وهادشي اللي كاين. وشكرا. والمغرب مغرب 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 في القلب الحمد لله، وغيبقى ديما في القلب، وتتمنى له غير الخير. والحمد لله المغرب راه بخير وعلى خير، والله يعز بلادنا، والله يحفظ بلادنا، والله ينصر بلادنا، والله يحفظ سيدنا سيدي محمد السادس، الله يحفظه، الله يخلينا الله الوطن الملك والصحراء المغربية، وعاش الملك. أنا جد فرحانة لذكرى 17 بتولي الملك ديالنا الله ينصره العرش، والأجواء زوينة بزاف في قصر الإمارات، عجبتني أجواء مغربية كتذكرك بالمغرب، والله ينصر سيدنا إن شاء الله، والله يديم الازدهار وهذا الشيء اللي كنعيشه في المغرب الأحسن، وتقدم الأحسن وأحسن وأحسن. وهذه مناسبة سنوية كنجدوا بها الولاء والطاعة لسيدنا صاحب جلالة الملك محمد السادس. احنا كنقولوا ليه مسيرة موفقة وحنا معاك بالسراء والضراء ان شاء الله. وكنوجه تحية للأسرة العلوية والأمين مولاي رشيد وولي العهد حسن ان شاء الله، والله يطولنا في عمره. مصر والمغرب تبع واحد، شعب واحد طيب. انا اعتز ان اكون مغربي والشعب العربي كله مغربي، من الأصول المغربية قريبة من المصريين، فتلاقي كل الطبقات المغربية والمصرية نفس الطبقة، اللي يفرق بس اللغة والأكل. أنت ما شاء الله لابس لبس مغربي، وشنو رأيك في الأجواء المغربية اليوم؟ الأجواء المغربية أصلاً بالأغاني الأندلسية الحبيبة واللبس المغربي والطيبة المغربية، أصلاً أنا تملي أتكلم مع المصريين أقول لهم إن المغاربة عندهم السماحة والكرم والضيافة، يعني دول من الأصل بتاعهم. وإحنا أنا في المناسبة دي أتشرف وأرسل رسالة للملك محمد السادس، ربنا يكرمه ويشفيه ويديله الصحة وطول العمر للمغاربة كلهم وللأمة العربية كلها، لأن الملك ده تواصل من الملك الحسن الثاني وتكملة ليه. أجواء زوينة بزاف، ككل سنة نحتفل بهذا العيد الوطني، العيد الذي تناول فيه ملكنا محمد السادس عرش أسلافه. أجواء زوينة بزاف، كل شيء فرحان، كل شيء كيتمنى المغرب يصير مستلام والازدهار إن شاء الله. وبهذه الكلمة أتوجه لسيدنا محمد السادس الفرح والسعادة، وأن كل سنة هو أحزن وأحسن، وللمغربي وسكانه في داخل والخارج الحب والسلام. احنا كنتواجدوا هنا بمقيمين بالجاليه المغربيه بالامارات العربيه المتحده، احنا اليوم فرحانين بهاد مناسبه عيد العرش المجيد الذكرى 17 تولي العشر محمد السادس. لكن احنا فرحانين بهاد الامسيه هذه، وفرحانين بالملك ديالنا محمد السادس والله يخليه لينا. واش نقول لك، حنايا الفرحه ديالي ما قدرتش نوصفها لك بالحب الملك ديالنا وشكرا. وفي الحقيقه شعور جميل جدا، اهم شيء حنا اللمه ديالنا هنايا كمغاربه كنحتفلوا بعيد العرش المجيد لتولي صاحب الجلاله نصره الله الذكرى 17 للحكم، والله ينصر سيدنا عاش الملك. دائما نتواصل معكم مشاهدينا من هنا من قصر الامارات بابو ظبي، وغادي نرجعوا مره ثانيه عند حمزه في دبي ونشوفوا الاجواء عنده كيفاش دايره. مرحبا بالفنانه سيمور منور على قناه بزاف، وفي هذه الاحتفاليه الكبيره على قناه بزاف تي في، حبينا تعطينا كلمه بمناسبه عيد العرش المغربي. كنقول لكل المغاربه وسيدنا محمد السادس كل عام انت بخير، وان شاء الله المغرب الله يحفظ المغرب والشعب المغربي، وان شاء الله وكنتمناو دائما ان شاء الله نفرحوا بسيدنا والله يطول في عمره ويخليه لينا. وحنا دائما مغاربه متبتين بمغربيتنا، والله الوطن الملك. كنبغي نهني صاحب الجلاله الملك محمد السادس بهذه المناسبه الكريمه، مناسبه عيد العرش، وكنبغي نهني كل الشعب المغربي على هذه المناسبه الجميله، والف الف مبروك لجلالة الملك محمد السادس هذه المناسبة الجميلة. شكرا. اليوم كنحتفلوا بالعيد العرش واللي هو رمز التلاحم بين بين القيادة والشعب، وبهذه المناسبة بصراحة تنهنيو جلالة الملك وتنتمنوا ليه عمر مديد إن شاء الله، وهنيئا للشعب المغربي وهنيئا للأسرة العلوية،
ومرحبا بكم معنا في الاحتفال الرائع اللي تتواجد فيه اكثر من 500 واحد، فمرحبا بكم معنا. اول شيء هذه رساله مني كشخص مقيم بدوله الامارات العربيه المتحده، كنهني بها صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله بمناسبه العيد العرش المجيد. وهي هي بالنسبه لنا احنا راه عيد، بالنسبه لنا احنا المغاربه كاملين يعني خارج الوطن وداخل الوطن، عيد كبير بالنسبه لنا ويوم كنحتفلوا به وكنعتزوا بالمغربيه ديالنا، ومره ثانيه كنهني به الشعب المغربي قاطبه. انا جد فخوره انني نكون اليوم في هذه المناسبه ونحتفل بعيد العرش بكوني مغربيه وافتخر بالبلد بتاعي. فعاش الملك والله الوطن الملك. في الحقيقه احنا جد مبسوطين بالمناسبه هذه على تربع صاحب الجلاله سيدنا محمد السادس العرش، وحنا فرحانين اننا جينا هنا والناس ما قصروش معنا بصراحه وعرضوا علينا وجينا. وعلى فكره انا غدا ان شاء الله نازله للمغرب وفرحانه بزاف، انا غدا طيارتي المغرب ومشتاقه لبلادي بزاف. أتقدم بأحر تهاني لصاحب الجلالة نصره الله بمناسبة عيد العرش الكريم، والله يحفظه لنا إن شاء الله. وسعيدة بتواجدي كمغربية مقيمة بالخارج بدبي ونمثل الجالية المغربية أحسن تمثيل الحمد لله. أنا فرحانة بزاف بوجودي هنا في اعتلاء صاحب الجلالة سنة 17، كنتمنى له إن شاء الله دائما التوفيق والازدهار. وعاش الملك، عاش الملك، وحنا فخورين به بزاف بزاف بالامارات، وان شاء الله رجعوا لبلاد الوطن ونحكيوا هذا الشيء اللي في الحفل العظيم هذا اللي في هذه المناسبه الحلوه. يعني كنتمنى الملك ديالنا طولة العمر، وكنهنئوا بهذه المناسبه السعيده ديال عيد العرش، ومبروك عيد العرش على المغاربه كلهم، والله ينصر سيدنا. كنتقدم بأحر التهاني للجالية المغربية المتواجدة داخل الإمارات وخارج الإمارات، كنهني صاحب الجلالة الملك محمد السادس بذكرى عيد العرش 17، وكنتمنى له إن شاء الله طول العمر والمزيد من العطاء، والله يحفظه لنا والله يخليه لنا. ونحن فرحانين صراحة بهذا التجمع اللي كي بهذه المناسبة السعيدة، والله يجعل الله يدوم ديما الأفراح ويجعلنا ديما مجتمعين في الخير إن شاء الله. أول شيء كنبغي نجدد ولائي وبيعتي لصاحب الجلالة محمد السادس نصر الله وأيده، ونتمنى له طولة العمر وبهذه المناسبة السعيدة لتربعه العرش 17، كنقول له الله يدمك علينا سيدنا وطول الله عمرك وسدد الله خطاك، وكنهنئ الشعب المغربي كله بهذه المناسبة السعيدة والشعب الإماراتي. اولا كنشكر بزاف تي في وكنشكر الجاليه المغربيه على هذا الحضور الكريم اللي متواجدين هنايا. طبعا دائما حنا كنكونوا متواجدين معكم، فشكرا لسعاده القنصل اللي يعني كبر بينا وكيكبر بالجاليه المغربيه. وطبعا الحمد لله يعني كاين حضور كبير بالنسبه للمغاربه الجاليه المقيمه بالامارات العربيه اللي بدبي ومن جميع الامارات، وخصوصا كاينين اجانب كنشكرهم على هذا الحضور القيم اللي متواجدين معنا ومتواجدين يعني في هذه الذكرى ديال 17 العام ديال تربع صاحب جلاله على عرشه الاسلافين المنعمين. فشكرا بزاف لكم وشكرا على هذا الاهتمام وشكرا على هذا الحفل هذا الرائع. نحن الجاليه المغربيه في الامارات بدبي نهنئ صاحب جلاله محمد السادس بعيد العرش المجيد، ونحن نحتفل بهذا العيد لانه له فينا دراية ومستقبل ان شاء الله، ونسال من الله ان يبارك لنا في الملك وفي البلاد وفي الجاليه هون ان شاء الله، واحنا يعني سعداء بهذا اليوم ان شاء الله وموفقين ان شاء الله. أهنئ جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي بهذه المناسبة الذكرى 17 لتولي جلالته عرش المملكة المغربية عرش أسلافه الميامين الذين مضوا، وأدعو الله تبارك وتعالى للشعب المغربي بالرفاهية والعزة في ظل حكم جلالته وعمره المديد إن شاء الله. أول شيء بنحب نشكر حضوركم وبنهنئ الشعب المغربي والجالية المغربية وجلالة الملك بعيد العرش المجيد.
احنا فخورين بزاف كوننا مغاربة، وكان نبارك لكل مواطنين داخل وخارج الموطن ديال المغرب بهذه المناسبة السعيدة بعيد العرش المجيد، وكنتمنى ويدوم علينا هذه الفرحة ديال البلاد ديالنا. وحنا فخورين بزاف الملك ديالنا محمد السادس، الله يطولنا في عمره، وفرحانين بزاف الإنجازات اللي حققها لنا من ناحية ديال الإيكونومي والاقتصاد والسياحة وكل شيء، وإن شاء الله يدوم هذه الفرحة إن شاء الله علينا كاملين. مرحبا بي عند المغاربة، ومرحبا بالمغاربة عند السيد القنصل. احنا فرحانين بزاف، هذه اول مره انا كنحضر لهنا بحال هذه المناسبه، والحمد لله داز كل شيء بخير، كاين جميع الجنسيات ماشي غير الجنسيه المغربيه، وهذا الشيء الحمد لله داز كيشرف. وبهذه المناسبه انا كنقول كل عام ولمحمد السادس والاسره العلويه بالف خير، وكل عام والمغاربه بالف خير، وكل عام وبلادنا المغرب المملكه المغربيه الشريفه العظمى بالف خير، وان شاء الله إن شاء الله نكونوا دائما بلاد أمان. أنا حابة أوجه رسالة حب، رسالة سلام، رسالة محبة لكل الشعب المغربي الشقيق. اليوم نحن بنشهد احتفال جميل، نحن بنتمنى لهم طبعا كل الخير دائما، شعب متميز، بنتمنى لهم دائما التوفيق، كل عام والشعب المغربي من نجاح لنجاح. وأنا حابة بهالمناسبة الحلوة، حبيت أني ألبس اليوم قفطان مغربي خاص لعبر عن حبي لشعب المغربي الشقيق. بالمناسبة ذكرى 17 لتربع صاحب الجلالة محمد السادس على عرش أسلاف المنعمين، نتقدم بأسمى تهاني وتبريكات لصاحب الجلالة، نصره الله وحفظ الله الأسرة العلوية الشريفة، ونحن فرحانين بهذه المناسبة بزاف. I love Morocco. يشرفني أنني حضرت في هذا الحفل لعيد العرش السنة 17 لجلالة الملك محمد السادس، وأنا فرحانة بهذا الحفل اللي حضروا فيه بزاف الناس، اللي ما كنتش نتوقع بحال هكا، يعني حضروا بزاف الناس من جميع الدول العربية، والحمد لله كان في مستوى، وكنشكر جميع الطاقم اللي مشرف على هذا الحفل، والسيد القنصل برنوسي، وجميع الناس اللي هم سهرانين على هذه المبادرة الطيبة. كنتمنى لصاحب الجلالة محمد السادس مزيد من الازدهار والصحة والعافية وطولة العمر بمناسبة عيد العرش المجيد 17، ونتمنى لبلادنا الحبيبة مزيد من الازدهار والتطور ومزيد من الأمجاد، وعاش الملك. بمناسبة ذكرى 17 لاعتداء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، كنتمنوا له أول حاجة اللي هو الصحة والعافية وطول العمر يا رب، وكنتمنوا لمغربنا دائما التطور والازدهار يا ربي، ودائما الفوق الفوق، وعاش الملك. Bonsoir, donc je présente toutes mes félicitations donc à Sa Majesté le Roi à l'occasion du 17e anniversaire de la fête du trône ainsi qu'au peuple marocain. Donc au nom des Marocains à Dubaï et aux Émirats Arabes Unis, nous sommes fiers de notre marocanité et de toutes les réalisations que notre très cher pays a réalisées. بمناسبة عيد العرش المجيد أتشرف بتهنئة صاحب الجلالة نصره الله، الله يديمه والله يعيد عليه أمثال هذه الأفراح والأعياد إن شاء الله. كل شيء داز على خير الحمد لله، احنا في دولة الإمارات الحفل كان هائل والخطاب كان في المستوى العالي، والله ينصر سيدنا والله يخليه لنا والله يحفظه والله يطول لنا في عمره. أول شيء أنا مقيمة هنا في الإمارات من زمن بعيد، وأنا اليوم جد فرحانة بحضوري في هالمكان لأحتفل بهذه المناسبة العزيزة على قلبي وعلى قلوب كل المغاربة في جميع في أي مكان في العالم. كل ما كنتمناه النصر لسيدنا، الله ينصره ويسدد خطاه ويساعده، وإن شاء الله يدور به البطانة الصالحة وين ما كان، والله يجعل المغرب عالي 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 بوجوده وتحت رايته دائما يا رب.